وبفقرتنا الأخيرة سلمى رح نضوي على موضوع يمكن للأسف بعض تفاصيله منجهله. قدين نسمع سلمى عن حالات طلاق من نعرف فيها أنه يمكن المرأة فاقدة لجميع الحقوق فيها، لكن الواقع والقانون السوري حاول لقدر ما يمكن أنصاف الزوجة وأنصاف المرأة وأعطاء كافة حقوقها. صحيح فرح، ودائما بنقول القانون هو مستمد بالنهاية من مو بس القوانين الوضعية الموجودة، أيضا موجود بالأديان وبالسنة وبالتشريع. القانون موجود لضمان حقوق المرأة. تماما، هذا الشيء اللي نحن فعلا نتمنى يحصل وما يكون في أي ظلم للمرأة وأيضا الرجل، لكن المرأة مثل ما نعرف على مدار سنوات طويلة يمكن تعرضت للظلم ببعض النواحي، وتم تعديل بعض القوانين بما يضمن حقوق ومكانة المرأة السورية خصوصا. رح نحكي عن الموضوع الطلاق وكيف ممكن أن تحصل المرأة على حقوقها كاملة، أنواع الطلاق كمان، مع الأستاذ المحامي أحمد النجار. صباح الخير أستاذ. صباح النور. صباح النور لكم وللمشاهدين الكرام. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. يعني للاسف بنبدا حديثنا انه الطلاق هو مرحله مثل ما بيقولوا الشر لابد منه، ومثل ما بيقول عنه طبعا الدين ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن بمرحله من المراحل تتوقف سبل التعايش والحياه بين هي المؤسسه الزوجيه بين الزوجين، فبالتالي بيكون مجبورين ننحو بهذا المنحى. خلينا نعرف كل يلي عم بيتابعنا بالبدايه انواع الطلاق. هلا بداية نبدأ بتعريف الطلاق. تعريف الطلاق هو التحلل من عقد الزواج وفسخ عقد الزواج. طلقت الزوجة نفسها، أي تحللت من عقد زواج زوجها وعصمت نكاحه. هلا في عنا أنواع الطلاق. أنواع الطلاق، في عنا الطلاق بإرادة منفردة، بيكون من الزوج، الزوج هو بيطلق زوجته. هون الزوجة بتحصل على كامل حقوقها، المتقدم كامل المقدم وكامل المؤخر. الزوج بينزل على المحكمة بيسجل دعوة طلاق اسمها طلاق إداري وبيطلق زوجته. مو شرط يكون في سبب معين يعني، بس انه بده يفسخ عقد الزواج. هي مثل بنشوفها بالمسلسلات انه بعت لها الورقة. نعم، بعت لها التبليغ. نعم، لا التبليغ انه تحضر محكمة مشان موضوع الطلاق. النوع الثاني من الطلاق المخالعة. المخالعة بيكون بالتراضي بين الزوجين. نعم، بيتفقوا على موضوع الطلاق وبيتنازلوا اثنيناتهم عن كافة حقوقهم الزوجية، واكثر شيء الزوجة يعني هون انه انا بس بدي اتطلق، ما بدي لا متقدم لا متأخر، يعني بتكون هي على بدل مالي يعني بسيط، يعني عادة يعني العرف هيك بيكون يعني بيثبتوا هالشيء بالمحكمة، هي بتكون تنازلت وهو تنازل يعني عن اي امور ثانية. يعني هلا اكثر شيء الطلاق بحكم قضائي حاليا، من ضمنه ثلاث انواع: التفريق لعله الشقاق، هون ترفع الزوجه الدعوه. في عندنا التفريق لعله الشقاق، في عندنا التفريق لعله العيوب والعلل، في عندنا التفريق لعله الغياب. نعم. اي هلا بنحكي عنهم واحد واحد. يعني الطلاق التفريق لعله الغياب بيكون انه الزوج مسافر. قد ايه مدة غيابه ممكن تكون؟ سنة، حاليا تعدل القانون لسنة، كان ثلاث سنوات هلا سنة، يعني يكون مفقود او مسافر او يعني ما عاد رجع على البلد او كذا، حاليا صار مجرد غيابه سنة بحق لها الزوجة ترفع دعوى طلاق. هلا هي بحق لها بجميع الاحوال، بس اذا مجرد سنة فورا القاضي بيحكم لها بالطلاق يعني. في عندنا مثلا السجن، الزوج ارتكب جريمة وانسجن. هلا تعدل كمان القانون، مجرد سجن الزوج ست شهور فيها دعوة الزوجة ترفع دعوة تعمل دعوة طلاق. في عنا التفريق لعلة الشقاق، النوع الثاني. التفريق لعلة الشقاق الزوجة بترفع الدعوة، بيكون انه ما انا متفاهمة هي وزوجها، ما بدها زوجها، اسباب مختلفة يعني كثيرة. يعني هون بيصير في تحكيم بين الزوجين، الزوج والزوجة، حكم عن الزوج وحكم عن الزوجة. في محكمين اثنين بالمحكمة هن بيقدروا نسبة الضرر من الزوج أكثر لا من الزوجة، وعلى أساسها بيحكموا بحقوق الزوجة. يعني مثلا إذا كان حطوا أنه الضرر 50% من الزوج و 50% من الزوجة، فبيكون المتقدم المتأخر 50% بينعفى منه الزوج و 50% بده يدفع المتقدم المتأخر يعني. وفي عنا النوع الثالث، الطلاق للعلل والعيوب.
يعني يكون في علة بالزوج أو بالزوجة أو مانع صحي يعني مستحيل إتمام الحياة الزوجية. نعم. وهون كمان في 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 خبرة طبية أو تقرير طبي أو كذا في في الزوجة أو الزوج أي واحد منهم يعني فرق يعمل تفريق. تمام، هي الأنواع الثلاثة. أستاذ أحمد، إذا بدنا نفوت شوي بالتفاصيل وما يشاع يمكن بالكلام بين الناس، لما شخص مثلا تنتهي طرق الصلح بينه وبين زوجته، ممكن ككلام شارع نسمع أنه ممكن شنطتك بالمحاكم مثل ما بيقولوا، فهذا الشيء هل هو ممكن يصير؟ شو هي الحالات ممكن طول فيها فترة حصول المرأة على الحكم بالطلاق، في حال كمان إحنا ما حكينا لسه بحقوقها إذا حصلت أو لا من حقوقها؟ هلا هي مجرد رفع على الدعوه بالتفريق، يعني هلا هو ما فيه شنطته، يعني هي عم تروح على المحكمه وبترجع، يعني عندها كذا جلسه او بتوكل، يعني هي بتوكل. نعم. المحامي هو بيحضر عنا، يعني نحن. نعم. يوميا بالمحكمه بنحضر الدعاوى، يعني ما في شنطته. نعم. مجرد هي كلمه انه عم يهدد فيها الزوج انه انا بدي شنطتك بالمحاكم. يعني لا، ما فيها الحكي هذا الكلام. يعني انت عم تنزلي، القاضي بيسمع اقوالك والمحكم بيسمع يعني كلامك وبيحدد الإساءة وعلى أساسها بيتم الطلاق. نعم. يعني مجرد أنه تصبر الزوجة شوي، يعني أنه في منهم بيكونوا مستعجلين، يعني الزوجة أنه أنا بس بدي أخلص خلص مع طايقته، بتنازل عن كل شيء، بتنازل عن متقدم متأخر، بدي أخلص خلص. في منهم لا بيصبروا، أنا هذا حقي وهو حق الزوجة، يعني المتقدم والمتأخر. ويعني هي يعني ما عم تطول حاليا الدعاوى، يعني في سرعة بالبت، يعني في المشكلة أنه العدد، عدد الدعاوي كبير يعني بالمحكمة، يعني الأضابير بالآلاف للأسف، يعني للأسف فعلا. للأسف يعني فالدعاوي عم تقعد يعني في حال الخلاف، خلاف 7 شهور 8 شهور، يعني ما نو هالوقت يعني. تمام. لا، والمرأة صبورة، يعني معروفة بيقولوا بتصبر. نعم. على زوجها، بتصبر على الظروف، بتصبر. نعم. بتصبري على كل شيء، ما رح تصبري مشان حقك، لا معلي صبري مشان حقك، 2 3 5 6 7 المهم تاخدي حقك. نعم. في سؤال كمان، يعني قبل ما نفوت بنوصل لمرحلة الطلاق، في أحيانا بيرمي عليها اليمين. نعم. وبيقول لها طلعي برات البيت. في كتير أقوال بيقول إنه بيحق له ما بيحق له، سواء البيت باسمه أو لا. نعم. هل يحق للزوجة أن تظل هي بالبيت خلال فترة الطلاق وفترة العدة؟ نعم. أو لا، إذا هو البيت باسمه فهو بيحق له إنه يقول لها طلعي برا البيت. هلا القانون السوري ما نص بشكل صريح على موضوع المسكن. بس بالشرع، وهي ثغرة من الثغرات اللي هن بيتحججوا فيها دائما. المشكلة يعني المحكمة ما فيها تلزم الزوج بتأمين مسكن شرعي للزوجة، أو أنه يضل قاعدة عنده بالبيت إجباري يعني. طيب إذا حتحط شرطي عنده بالبيت ما فيها، يعني أنه خلص بدك تخليه عندك إجباري، فالقانون ما نص. بس بالشرع طوال فترة العدة وخلال دعوة الطلاق الزوجة بتبقى ببيتها، هي من ناحية شرعية، أما القانون ما ألزم الزوج صراحة يعني. السؤال أستاذ أحمد، أيمتى المرأة لا يمكن أن تحصل على الطلاق؟ هي الحالة ممكن تكون موجودة في حال رفض الزوج الطلاق، أصرت المرأة والزوج رافض تماماً لحالة الطلاق. هل هي الحالة ما أنا موجودة أبداً؟ نعم. هو عقد تراضي بين الزوج والزوجة، عقد بين طرفين، بحق لأي طرف من الأطراف فسخه. تماماً. أي اللهم أنه الزوجة لا تحتاج لفسخ هذا العقد عن طريق حكم قضائي. يعني في يعني في كثير ازواج بيفكروا، يعني بيجونا نحن على المكتب عندي مثلا، اللي انا ما بدي طلق، هي رافعه دعوه بس انا ما بدي طلقها، بدي خليها عندي. بقول له ما فيك، يعني هي ما انا يعني ما انا ملزمه معك مدى الحياه، يعني خلص هي ما عاد بدها حقها انه تتطلق، يعني هو حق من حقوق الله يعني بالنهايه، يعني امتى ما بدها فيها تتطلق. يعني اكيد بيقولوا على الزواج مؤبد، بس على الطلاق ما فينا نقول عنه انه صعب انه الواحد ياخذ هذا الحكم. خلينا نحكي كمان على الفرق بين التفريق والطلاق، بما انه حكينا عن انه هل ممكن تاخذ تتطلق او لا. هلا قلت لك التفريق هي الزوجه اللي بتقوم بعمليه رفع الدعوه من اجل التفريق، الطلاق بيكون من الزوج، التفريق بيكون عن طريق رفع دعوى من الزوجة. التفريق مو دائما تاخذ كافة حقوق الزوجية من المقدم والمؤخر، يعني فيها تطلب نفقة زوجية التفريق. هلا الحد الأدنى للنفقة حاليا 25,000 ليرة، وإذا كان في طفل كمان 25,000 ليرة. هاد يعني قد ما كان الزوج وضعه المادي صعب، يعني في حال أثبتي إنه الزوج ميسور وعنده يعني املاك وعنده اموال، القاضي فيه يرفع، ما في سقف محدد يعني للنفقه، يعني
فيه يرفعها ممكن توصل مليون ليره يعني، يعني بتجيبي سجل تجاري، بتجيبي شو عنده املاك بيوت كذا، بيطلع سجلهم كلهم بغير اسماء. لا بدك تثبتي يعني، ما فيه يهرب كل شيء كل امواله يعني مشان اشتغلي يعني. اي هي بالنسبه للتفريق. الطلاق قلت لك بيكون من الزوج يعني. اي وهون وقت الزوج يطلق، انا اشرت من شوي له، الزوجه تستحق كافه حقوقها الزوجيه من مقدم ومؤخر، ما عدا المخالعه بتتنازل، هاي الفقره الثانيه. والفقره الثالثه التفريق قلت لك يعني. اذا بنقول اسرع الاحكام استاذ احمد بحصول المراه على حق الطلاق، نعم، ان كان بالمخالعه التفريق اي نوع من انواع الطلاق، شو هي يمكن نقول اسرع الاحكام؟ المخالعه. المخالعه هي نوع من انواع الطلاق، قلت لك بيتنازلوا فيها الزوجين عن كافه الحقوق الزوجيه، بس مجرد انه بدهم يثبتوا طلاق ممكن بيوم واحد او يومين تخلص الدعوه يعني. ممكن القاضي يتدخل يمكن اعاده النظر بالامور، نعم، الزوجيه، ممكن تكون حاله غضب من الشريكين، ممكن ياجل الجلسه مثلا لاعاده، نعم، النظر بهي الامور سببت الشقاق هذا. هلا وقت يكون الزوج مطلق يعني رامي عليها اليمين ثلاث مرات مثلا، خلص هون عم بيثبت الزوج ما فيه يعني يرجعون يعني. اما في حاله التفريق قلت لك في شهر اسمه شهر مصالحه، القاضي بيعطيه للزوجين من اجل انه بلكي بيتصالحوا، بيعطيهم انه مو دغري بيحكم بالطلاق، في شيء اسمه شهر مصالحه، بعدها اتفقوا ما اتفقوا احيانا بكون في لحظه غضب يعني ممكن يرجعوا لبعض، وفي ناس رجعوا لبعض يعني. ما اتفقوا في محكمين اثنين بيحاولوا يصلحوا بين الزوج والزوجه، شو الاسباب، بيفهموا بيسمعوا يعني من الزوجه، بيسمعوا من الزوج، بيفهموا شو الاسباب ليش وكذا، قدروا يصلحوا بيناتهم اصلحوا، ما قدروا خلص بيقولوا انه بيكتبوا بتقريرهم انه استحاله الحياه الزوجيه بين الزوجين ونلتمس كذا وكذا والتفريق بين. نعم. طيب نعم. خلينا نحكي كمان استاذ احمد عن موضوع حضانه الاطفال اذا كان، نعم، الزواج، نعم، يعني مثل ما بيقولوا صار في عنه اولاد، فبالتالي بنبلش ندرس موضوع الحضانه لمين، للام للاب، العمر المناسب، هل، نعم، في كمان شيء جديد صار طرأ هلا خلال هي فتره الحرب، تعديلات او شيء، نعم، عن هالموضوع؟ هلا التعديل الاخير، هلا الحضانه من حق الزوجه طالما الاطفال قاصرين، دائما الحضانه من حق الزوجه، لا يمكن وما فيها تتنازل اصلا الزوجه، في ناس بيفكروا انه الزوجه بتتنازل الحضانه من النظام العام، يعني ولو الزوجه كتبت ورقه انه هي متنازله عن الاولاد وكذا ووقعت عليها، الورقه باطله تعتبر بالقانون يعني. هي في كثير ناس بيسالون عليها. الحضانه للزوجه ما بتسقط عنا الا في حالتين محددة بالقانون، هي المانع الأخلاقي والمانع الصحي. يعني إذا الزوجة عاجزة أو هي مقعدة مثلا، هذا مانع صحي، ما فيها تكون حاضنة للطفل يعني، طعميه شربه. المانع الأخلاقي مثلا إذا كانت الزوجة مثلا تتعاطى أو ممكن مثلا فتاة مالها ليلي مثلا، هون ما فينا نكون هي حاضنة للطفل، ما قادرة على الإنفاق، ما عندها مسكن، ما عندها راتب، ما عندها، نعم، كل هي، نعم، الأمور اللي كمان لازم تؤخذ بعين الاعتبار، إنه هي حتى لو قيمة النفقة 25,000 أو هذا الحد الأدنى، فهذا الشيء يعني ما بيكفي يمكن لمتطلب واحد من متطلبات الأطفال، فهل شو ممكن تتصرف؟ نعم، نعم، هلا هذا الحد الأدنى، نعم، إذا الزوج مثلا راتبه 100,000، نعم، فالحد الأدنى 25,000 ليرة، موظف أو راتبه 200,000، الحد الأدنى 25 إلا 25 للطفل. في حال أثبتي أنه الزوج حالته ميسورة بدك أثبتي يعني، بيحكم القاضي بأعلى من هذا الصف. أنا حكيت أنه هذا الحد الأدنى يعني، نعم، بتحكم في المحكمة في حال أنه الزوج كان فقير يعني. أما إذا الزوج ميسور يعني عنده سيارة، عنده بيت، بيتين كذا يعني، هي الأمور بتأخذ بعين الاعتبار، القاضي بيتحقق منها يعني، وبيحكم نفقة أعلى يعني، ممكن قلت لك توصل لحد المليون ليرة يعني إذا كان تاجر كبير أو كذا شهريا. نعم، هي بالنسبة لنفقة الطفل. والحضانة قلت لك بتسقط بهذه الحالتين. في حال كمان زواج الزوجة، الزوجة تزوجت وعندها طفلين مثلا عمرهم 4-5 سنين، بتصير الحضانة للزوج على حسب التعديل الجديد يعني، الحضانة بترجع للزوج. في حال إنه الزوج ما هو موجود، لأم الزوجة. في حال أم الزوجة مو موجودة، ترجع الحضانة لأم الزوج. نعم، يعني الترتيب الأم الأب أم الأم بعد. أم الأب. نعم. طيب أستاذ، في سؤال كمان بنسمع عن حالات كثير إنه مثلا
انفصلوا مثلا بعد سنه او سنتين، في بيناتهم طفل وهن لساتهم شباب، نعم. لا يحق للحاضنه ان تتزوج، ولكن يحق للرجل انه بياخذ منها الاولاد وبيقدر يتزوج عادي، نعم. طب هذا الشيء ما فيه اشحاف بالقانون؟ يعني هي ممنوع تكمل حياتها وهو مسموح يكمل حياته؟ لا، هي فيها تكمل حياتها، يعني فيها تتزوج، بس يعني بس حق الحضانه، هذا التعديل القانون هيك راى، يعني انه وقت الزوجه تتزوج بترجع الحضانه للاب. يعني هلا اذا مثلا بنته عمرها مثلا 10 سنين او 12 سنه للزوج، لا اذا اصغر، أي. هلا اصغر، هلا اذا كان مثلا طفل رضيع ما فيها، القاضي ما بيعطي الحضانه للزوج. اذا طفل عم يرضع مستحيل، يعني بتضل الحضانه مع الزوجه، يعني لبين ما انه يوعى شوي بياخذوا الاب للطفل. يعني اي بس قلت لك، يعني القانون هيك نص، يعني انه مجرد زواج الام والاطفال واعين بصيروا الاطفال من حق الاب، يعني نعم. بختام حديثنا استاذ احمد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. للاسف مثل ما قلت، حالات الطلاق بالالاف، هذا الشيء المؤسف فعلا، ارتفعت لل 40% تماما، ارتفعت بهي الازمه نتيجه يمكن الظروف والضغوط اللي ممكن يعاني منها الشخصين. ابغض الحلال الى الله الطلاق، نتمنى فعلا تخف هي الحالات، تنتهي وما نوصل لها ابدا. بدنا نشكرك كثير وعلى كل المعلومات اللي قدمتها. الف شكر لكم. شكرا.